يوسفني شوف في بعض العشوائيات، يوسفني في بغداد شوف ازدحامات غير مبررة، يوسفني في بغداد تخطيط عمراني بدون أي خارطة طريق، كثير مشاريع الاستثمارية اللي قاعد تصير في بغداد أنا أشوف مشاريع عبثية. أنا ما أفهم ليش بالمنصور عندنا أكثر من مول وعندنا أسواق المركزية التاريخية في بغداد يبني بصفها مول على بعد 5 أمتار ومول آخر عن بعد 5 أمتار. هذا مو تخطيط مدينة، هذا تخطيط عبثي وتخطيط أصحاب النفوذ وأصحاب الفساد. أقولها بكل صراحة، ارتفاع خيالي بأسعار الأراضي في بغداد مو معقولة. في بغداد توصل قطع أراضي المتر في بغداد إلى 15 و 12 ألف دولار. أكو كثير من المشاريع أشوفها يوميا في بغداد تكسر القلب حقيقة. أقولها بكل صراحة، جيت من البيت أشوف بغداد ما تشبه بغداد اللي نعرفها. الفوضى، العشوائيات، الأوساخ، هذا لا تليق بعاصمة شهدت مدى الحضارة الإنسانية ولا تليق بسكان بغداد.